رملة أخرى. لا شيء يهم في هذه الدنيا، الوقت لا يهم، العمر نفسه لا يهم، الحياة نفسها لا تهم. سبحان الله وحده واهب الحياة والموت. جديد جديد، أخبار الدنيا خارج الحبس تأتي إلينا. أخيرا حركة ولا صمت، حياة ولا موت. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. ألا تمد يدك لتسلم علي يا صاحبي؟ متأسف أكادي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كيف حالك يا صاحبي؟ أنا لست صاحبك، ولكنني أنا صاحب. جميع السجناء أصحاب، السجن يجمع بيننا. السجن غير الدنيا خارج السجن، داخله غير خارجه. نزلاء السجن تجمع بينهم المشاركة في مصاب واحد. قد تختلف ألوان مصائب كل سجين عن زميله، ولكنها في النهاية مصاب. لذلك كلنا أصحاب وكلنا أحباب. أقدم لك صاحبي سويلم. تشرفنا. اسمه الكريم كمال الجوني. محترف؟ نعم. هل أنت محترف؟ محترف سرقة، نهب، نصب، احتيال، تزوير، أم من الوزن الثقيل؟ وما هو هذا الوزن الثقيل؟ القتل والعياذ بالله. أنا لا أحترف شيئا من هذا كله، لا من الوزن الثقيل ولا من الخفيف، إنما أنا بريء مظلوم شاء له سوء طالعه النكد أن يلقي به مصادفة إلى هنا، قضاء وقدرا لا أكثر ولا أقل. كلنا نقول هكذا عند تشريفنا السجن لأول مرة. هذه ملامح الزلة الأولى، نبدأه جريمة ثم مع الزمن نحترفها. أنا لست من هواتها ولا محترفيها، هو سوء تفاهم بسيط وسينتهي على خير بإذن الله. أنا محبوس هنا تحت ذمة التحقيق ليوم أو لبضعة أيام وسأخرج من هنا. إلى أين؟ إلى الحياة، أصارعها وتصارعني.